إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام عليك سيدي أبا القاسم يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على سيدنا محمدٍ عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عباد الله، أوصيكم كما أوصي نفسي بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما وأحذركم وأحذر نفسي من مغبة عصيانه ومخالفة أمره، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، إن هذه الأحداث الجسام التي تمر بها القضية الفلسطينية إنها لمحطات على طريق النصر والتحرير. إن جولات الصراع مع هذا العدو لا تنقضي بجولة واثنتين وثلاثة، إنها معركة قائمة مستمرة إلى أن يشاء الله عز وجل ويكتب لنا النصر والتحرير. نحن نتحدث اليوم عن مقام الشهادة وعظمة الشهداء. هذا المقام يا كرام لا يمكن لأحد أن يأخذه إلا باصطفاء من الله عز وجل. فالشهداء كما تعلمون، هناك شهيد دنيا وهناك شهيد دنيا وآخرة وهناك شهيد آخرة. أما شهيد الدنيا فهو من مات مجاهداً ولكنه لم يكن عمله خالصا لوجه الله عز وجل، فهو يعامل في الدنيا معاملة الشهيد، ولكنه يوم القيامة ليس له أجر الشهيد. كما في الحديث: الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، أيهم في سبيل؟ قال: الذي يقاتل في سبيل الله أو لإعلاء كلمة الله. هذا هو الشهيد الحق. وأول ما تسعر النار في الشهيد الذي قاتل حمية وشجاعة، وقد قيل: خذوه إلى جهنم عافانا وعافاكم الله. أما الصنف الثاني وهو الصنف الذي نحسن الظن به بجميع الشهداء، وهو شهيد الدنيا وشهيد الآخرة، وهو الذي يؤخذ من المعركة شهيدا أو يصاب في المعركة ولا يعافس أهله، أي لا يتكلم ولا يخاطب أهل الدنيا ويموت من لحظته، فهو يعامل معاملة شهيد الدنيا وشهيد الآخرة، أي أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. هذه عظمة الشهادة يا كرام. أما شهيد الآخرة فهو الذي مات في غير أرض المعركة، أو مات حريقا، أو مات مبطونا، أو مات هدما، أو ما قتل دون نفسه أو ماله أو ما شابه ذلك من تعداد الشهداء، فهذا يعتبر من شهداء الآخرة. يعامل في الدنيا أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه لأنه شهيد آخرة. ولما سمي الشهيد بالشهيد؟ لأنه يشهد ثواب الله عز وجل وكرمه عند لحظة خروج الروح. وقيل لأن الملائكة تشهد له بالجنة، وقيل لأن الأرض شاهدة عليه. هناك أقوال كثيرة ذكرت معنى هذا الشهيد ولما سمي بالشهيد على وزن فعيل. هذه عظمة الشهادة يا كرام، لا يعدلها أي منزلة. فهؤلاء مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. هذه المنزلة العظيمة والمزية العظيمة التي أعطاها ومنحها الله عز وجل لفئة من الناس، إنما هي اصطفاء من الله عز وجل. فالشهيد تشهد له الملائكة بالجنة، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون.
فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، علمني عملا يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال له عليه الصلاة والسلام: هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر حتى يرجع هذا المجاهد؟ قال: لا أستطيع. قال: فذاك هو، أي هذا هو ما يعدل الجهاد في سبيل الله. وكما تعلمون في ذاك الزمن كان المجاهد يخرج بعدة أشهر حتى يعود إلى أهله. ثم جاء سيدنا عمر بن الخطاب ونظم عملية الجند وخروج الجند في الجهاد في سبيل الله لكي يحافظ على بناء الأسرة المسلمة. هكذا هي عظمة الجهاد في سبيل الله، لا يعدله أي عمل. لما؟ لأن هذا المجاهد عندما خرج إنما خرج حاملا روحه على كفه، خرج إحياء للآخرين، لم يخرج لنفسه. وكلما العمل تعدى به الإنسان في أجره إلى الآخرين كان أعظم رفعة عند الله عز وجل. وإلا لماذا قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه: لرباط ليلة في سبيل الله خير من إحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى؟ لماذا يا كرام؟ لأن الذي اعتكف في المسجد الأقصى أو في المسجد النبوي أو في الحرم المكي إنما اعتكف نفعا لنفسه، يعود الخير عليه بإحيائه لليلة القدر. أما المرابط فإنه ينمى عمله إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأن غيره اشتغل بالعبادة والتقرب إلى الله عز وجل، وهذا اشتغل بالتقرب إلى الله عز وجل بعمل آخر. هو ماذا؟ هو إعادة النفع على الآخرين، يريد إحياء أمة، يريد إحياء الناس من بعده، يريد إقامة الحضارة والمدنية، يريد أن تعلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لهذا استحق الجزاء الأوفى من الله عز وجل. هو فدى نفسه وفدى وطنه قربة لله عز وجل، إعلاء لكلمة الله عز وجل، أفنى حياته من أجل حياة الآخرين. فكان الجواب وكان الجزاء الأوفى من الله عز وجل. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هكذا يا كرام هو عظيم أجر الجهاد في سبيل الله. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قلت: يا رسول الله، استشهد أبي قتل يوم أحد وترك عيالا ودينا. قال: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحا. فقال: يا عبدي، تمن علي أعطك. قال: يا رب، تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الله عز وجل: إنه قد سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. قال: فبلغ عني يا رب. فنزل قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا حتى وهو شهيد يريد أن يرجع إلى الدنيا فيقتل ثانية. حتى وهو شهيد أراد النفع لهذه الأمة من بعده. هكذا هم الشهداء، عظماء في حياتهم وعظماء بعد موتهم، يريدون لغيرهم هذا الخير العظيم ويريدون النفع للأمة من بعدهم. أن أقتل وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، هكذا في الحديث الذي رواه سيدنا أبي هريرة: والذي نفسي بيده، وددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. لعظم الشهادة هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام
يتمنى أن يرجع إلى الدنيا. المؤمن يوم القيامة لا يتمنى أن يعود إلى الدنيا، ولكنه يندم على كل لحظة لم يذكر فيها اسم الله عز وجل، يندم على اللحظات الخوالي التي قصر فيها في حق الله عز وجل، ولكنه لا يتمنى الرجوع إلى الدنيا. لماذا لا يتمنى؟ خشية أن يفتتن. إلا الشهيد فإنه يطلب أن يعود إلى الدنيا لكي يقتل من جديد، لا يطلب أن يعود إلى الدنيا لكي يستزيد من العمل الصالح، بل لكي يقتل في سبيل الله مرة أخرى. فالشهادة يا كرام هي اصطفاء من الله عز وجل، وهذا مقام لا يكون لأي مؤمن، إنما يخص الله عز وجل به نخبة من عباده المؤمنين، ويتخذ منكم شهداء. فالأمة كلها ترفع رؤوسها عاليا بهؤلاء الشهداء، لأنهم ضحوا بأنفسهم من أجل حياة الآخرين. أقول ما سمعتم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمستغفر حبيب الرحمن، افعل ما شئت كما تدين تدان. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. عباد الله، أوصيكم كما أوصي نفسي بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما وأحذركم وأحذر نفسي من مغبة عصيانه ومخالفة أمره، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. عباد الله، في غزوة بدر قال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن. فقال عليه الصلاة والسلام: ما يحملك على قول بخن بخن؟ فقال: رجاء أن أكون من أهلها. فقال: أنت من أهلها. فأخرج من جيبه بضع تمرات فأخذ يأكل بهن، فقال: إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات. فألقاها فدخل المعركة فاستشهد، فلقي الله عز وجل مقبلا غير مدبر، صدق الله فصدقه الله. هكذا يا كرام كان الصحابة الكرام يتسابقون على الموت. فللشهيد يا كرام عند الله عز وجل ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. هكذا هم الشهداء، عظماء في حياتهم وعظماء يوم القيامة. فكل الناس تموت إلا الشهيد، فإنه يبقى حي يرزق إلى قيام الساعة، أن يكون حيا في الجنة يرزق ويرتع ويمرح في الجنة إلى قيام الساعة. أما الآخرين غير الشهداء فإنهم يموتون بعد أن يروا مقعدهم من الجنة، ثم يناموا نوم العروس، فيستيقظوا على الفزع، يستيقظوا يوم القيامة على يوم البعث. إلا الشهيد فإنه يبقى حي يرزق، لأنه أفنى حياته من أجل حياة الآخرين. هو مات أمام أعيننا، هو انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولكنه حي يرزق إلى قيام الساعة، لأنه أفنى حياته من أجل حياة الآخرين، أي أن غيره بعد وفاته بقي حيا يرزق في أهله وماله وولده، ويتمتع من نعيم الدنيا. فكان حقا على الله عز وجل أن يكرمه وأن يعطيه الجزاء الأوفى بجنة عرضها السماوات والأرض، فيبقى حيا يرزق إلى قيام الساعة. عسى الله عز وجل أن يكرمنا شفاعة الشهداء، وأن نكون وأن يختم لنا بالشهادة. أقول ما سمعتم، وإني داع فأمنوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله،
وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها فأنت خير من زكاها. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اختم لنا بما تختم لعبادك الصالحين. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم اشف جرحانا، اللهم فك قيد أسرانا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. وأنت يا مؤذن أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.